نكرر اللي قالت للوة قبل شوي، أربع الفير للوة. نعم. يعني أربع الفير تشوفون الطاقم كله قاعد يؤدي مهامه، ولا كأن العصر ما كأن أربع الفير. تصدق فواز، يعني من هذه التحدي اللي احنا فيه، ساعات أشوف الناس اللي يشتغلون، أشوف الأطباء الممرضين الحين، أشوف المختبر، من شوي كنا نشوف التأمينات، كنا نشوف أفرقة التقنية يشتغلون 24 ساعة. يعني فعلاً فعلاً جهود جبارة كل ما تحمل الكلمة طبعاً. وهذه الأمور اللي شفناها الحين ساعة أربع الفير، شفناها مشلون عدد التحاليل أصلاً والعينات اللي أخذوها، عينات كبيرة فعلاً. وفعلاً إحنا كل يوم نوقف هنا وانتباهها أن إحنا عندنا أكثر عينات مختبرية مقارنة بعدد السكان. أيوة. وصراحة يعني أنا وفواز قاعد يعني نتكلم تحت الهواء ونقول إحنا نتمنى أن الفريق يهني ويسوي لنا فحص على الهواء، نبي نقول حق الناس الرياكشن، يعني شنو هو الشعور، ونبي صراحة نطمن على صحتنا بعد. أنا مطمن على صحتي، وبعد قابل نسوي الفحص الطبي مثل ما شفنا سمو الشيخ ناصر بن حمد الله يحفظه قاعد يسوي الفحص الطبي مباشرة أمام مرأة الجميع. يعني هذا اللي نشوفه احنا قبل نسمي الشخص اللي داوم 24 ساعة جندي من جنود الوطن، جندي في قوات دفاع البحرين، جندي في وزارة الداخلية. اليوم نشوف الطواقم الطبية اللي موجودة، وكل من يعمل لخدمة البحرين هو جندي لخدمة وطنه، ما عنده وقت معين، ثلاث الفير، ثنتين في الليل، واحدة العصر، ترى هاي كلهم عندهم أسر، كلهم عندهم عيال، وكلهم عندهم مسؤوليات في بيوتهم، لكن خلوا مصلحة الوطن أمامهم وقدامهم وفي عيونهم. وبالفعل يعني لو تشوف إحنا شنو طلبوا منا إحنا، قالوا لنا بس خلك في البيت واتبع الإجراءات الاحترازية. هذا لأن الناس يعني بذلوا القالي والرخيص، مداومين 24 ساعة، واقفين في الخطوط الأمامية، وما طلبوا منا شيء إلا نقعد في البيت. فأرجوكم لنا يعني لا نرخص هذه الجهود كلها. أيوة. ونطلع وإحنا ما لنا سالفة صراحة. أنا بعد بمدح ربعنا الصراحة، ما قصروا عبد الله ومحمد، جهد كبير وطيب منهم، وفيديو فعلا مؤثر ويعكس حجم العمل الكبير اللي يقوم فيه أبطال مختبر الصحة العامة. الله يعطيهم الصحة والعافية كلهم. طبعا يسعدنا يكون معنا عبر سكايب عدد من جنودنا في مختبر فحص المطار، أخصائية مختبر نور العسم وغدير العريض تقني طبي. نعم، المسي عليكم بالخير نورة ولو تقولون لنا نورة وغدير. اي نعم، لو تقولون لنا شلون صارت طبيعة العمل عندكم في هذا الوقت تحديدا. يلا قولوا لنا. يبين عليهم التعب. طبعاً نحن نشتغل 24 ساعة تقريباً، وطبعاً كنا 30 أيام كاملة حق البحرين، حق صحة المجتمع، حق الكورونا. هذا يعني أقل الواجب اللي إحنا نقدر نقدمه لخدمتنا مملكة البحرين للحفاظ على صحة الجميع، ونشكر جهود مملكة البحرين صراحة لدعم المجتمع بشكل عام وحماية المواطنين من هذا الوباء، وإن شاء الله كلنا بنكون يعني مع ضد الكورونا من أجل مجتمع واعي. يعطيكم العافية نورة وغدير الصراحة، يكفي ابتسامتكم، ليه حين ابتسامتكم موجودة، ترى أنتم ليه معانا على يعني فعلا والله ابتسامة موجودة رغم كل هالتعب اللي قاعدين يعيشونه. يعني فريق أول احنا نرفع لهم القبعة، جهود متواصلة، ونشوف هذه الابتسامة الجميلة. أيوة، ونشوفهم يلبون نداء الواجب. أيوة يعني والله. فعلا الوطنية حين تبين. أيوة والله، ولبون نداءنا احنا بعد، احنا ما قصرنا، تواصلنا معاهم، قالوا حاضرين لكم وحق مشاهدين برنامج مجتمع واعي، وبنطلع معاكم سكايب بالرغم من التعب وبالرغم من المهام الجسيمة اللي علينا، بنطلع معاكم بابتسامتنا العريضة الجميلة، هذه ابتسامة المواطن البحريني. طبعا احنا متواصلين معاكم ومع فريق الفحوصات اللي في المطار، ومعانا عبر سكايب مريم طالب فنية مختبرات. يا أهلا ومرحبا فيك مريم، مساك الله بالخير ويعطيكم الصحة والعافية على كل ما تبذلونه. مريم أنا عندي سؤال، يعني لو تقولين شلون تقضون يومكم، وانت بالتحديد يا مريم شلون تقضين يومك، وشلون صارت حياتك مع وجود فيروس كورونا؟ تفضل يا مريم قولي لنا ايش عندكم وشلون تقضون يومكم يا مريم. اهلا وسهلا، مساء النور، شكرا على استضافتي عندكم في مجتمع واعي. اولا حبيت اني انا اخبركم اني انا انهي وقتي بترتيب الاولويات، واني انا انهي العمل الموكل لي اول شيء، ونوزع المهام بين الفريق عشان ايجاد ديناميكيه عمل افضل حق الفريق الواحد. وثاني شيء
ان انا وايد 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 استفدت من تجربتي في الكورونا رغم التعب والاشياء اللي قاعده تصير لنا، الا اني انا تعلمت وايد اشياء وانا وايد فخوره وسعيده فيني وفي كل طاقم الطبي ان هم قاعدين يخدمون المجتمع كل ما عندها بكل ما يقدرون عليه. ومجتمع واحد احنا وبنتم ان شاء الله مجتمع واحد وفريق واحد. وطبعا تطورت خبراتي ومهاراتي السابقه واكتسبت مهارات جديده في حياتي اليوميه، وانا جدا 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 سعيده بهاي الشيء. واشكركم وزاره الاعلام على كل اللي تقدمونه لنا من اي شيء، يعني كل الخدمات اللي قاعد تقدمونها لنا بصدق صدق صدق. احنا فريق واحد مجتمع واحد. احنا بعد بنسوي لها شوكيه. ايوه والله احنا بنسوي لها ومجتمع واحد ومجتمع واعي. اكيد طبعا اكيد, أكيد. والله كفو عليك يا مريم طالب على جهودك انت وكل فريق العمل. يعني هذه الازمات اللي توحد، هذه أيوة. الكلام الجميل اللي نبي نسمعه لما تسالها تقول لها شلون وضعك في الكورونا، تقول لك انا سعيده أيوة. لاني قاعده اعيش هذا الوضع وقاعده اخدم بلادي. ايش نبي احلى من هذه الكلمات اللي نسمعها؟ هذه تحدي بسيط ان شاء الله وبيعدي، وشفنا همه اهل البحرين شلون واضحه. أيوة. يعني احنا صراحه مستعدين نقهر اي صعاب تمر علينا. ابد خلاص صارت الصعاب عندنا مثل شربه الماي. هذه البحريني مادام هذه عيال البحرين. اكيد هذه عيال البحرين من الجنسين. احنا نتكلم عن عيال البحرين، يعني الرجال والنساء على حد سواء كلهم في الصفوف الأمامية في الجبهة. ودام يبتطاري الرجال والنساء أنا أمس كنت معجبة أشد الإعجاب وأنا قاعدة أتابع زملائنا رقية وبساء وما يقدمون البرنامج وكانوا لقطات المتطوعين على بنات. الله. كنت أفخر وأقول كفو عليهم بنات البحرين. هذه لين بنات البحرين أيوة. كل واحدة فيهم شايلة ما أعرف شو اسمه ذي اللي ورا الظهر حطة فيه مادة التنظيف وقاعدة تعقم مثلها مثل أخوها الريال. ما في فرق فعلا. كفو عليكم يا بنات البحرين أيوة. وما قصرتوا. هذه البحرين تستخرب عيالها أكيد. وخلنا نواصل معاكم في هذه الفقرة اتصالات بالتواصل مع فريق المختبر، ومعانا بعد مريم سند تقني طبي اللي من بين اللي من شوية بس رجعت البيت. خلنا نشوف معاها شلون تقضي يومها. مريم مساك الله بالخير، لو تقول لنا دامك يعني توك راجع البيت شلون موضوع التباعد الاجتماعي معاك وشلون تقضين وقتك مع الاهل؟ توها راجعه من الشغل مريم. هي الله يعينها. مسي عليكم بالنور. طبعا وضعنا في الدوام، هو الدوام طويل تقريبا 10 ساعات نقضيها في اليوم، ومرات يكون أكثر على حسب الوضع في الدوام وكمية الشغل في القسم في الشفت نفسه. وعلاقتنا مع أهالينا صايرة شوية بعيدة بحكم الوضع الحالي. تقريبا أقعد مع أهلي بحدود 3 إلى 4 ساعات، وصلت فترة قليلة بس هالشيء في مصلحة أهلي. يعني سبحان الله الواحد لازم يحاسب ولما يحتك مع أهله، خصوصا إن أنا أشتغل في مجال صحي وتعامل مع عينات الكورونا، فهالشيء كله في مصلحة الأهل. طبعا الشغل في مختبر الكورونا علمني أهم شيء اللي هو الصبر، عشان أستحمل إنه أنا أتعايش في هاي الوضع في ظل الضغط والكمية العمل وأن أكون بعيدة عن أهلي، بس في النهاية دي كلها علشان مصلحة الكل وعلشان مصلحة الوطن. يعني في النهاية إحنا قاعد نقدم خدمة للوطن والله يقدرنا أن إحنا في خدمة وطننا الغالي. الله يعطيك الصحة والعافية مريم. كفو عليك لولو لما قالت يعني لمصلحة أهلي، ترى كلنا هلج وكلنا اخوانك وكلنا ابهاتك يا مريم، ولولو امك بعد ترى في هالحاله ما بكبرش لولو لكن الصراحه يا ليتني من الفخر يا ليت يصير عندي كذي عيال يتكلمون بهذا المنطق. والله يا ليت. تعرف فواز شو اللي يكسر الام؟ لما تشوف عيالها وما تقدر تلمهم. انا وايد حاسه بالكلام اللي تقوله، لما تشوف امها وخاطرها تبوسها وتلمها وما تقدر لانها قاعده تشتغل في موقع خطر، تقول لك انا عندي عينات الكورونا. أيوة انا شيك عينات الكورونا. صراحه والله كفو عليكم. انا والله قاعده اشوفك وانت هي تتكلم مريم، اشوفك مركزه وياها ويعني قاعده تشوفينها. حطيت روحي مكانها حنان. فواز والله أيوة حطيت روحي مكانها. يعني احنا دوم في الاعلام والحمد لله الجماعه هني مو مقصرين معانا وموفرين لنا كل الاجراءات اللي تحمينا، ومع ذلك اذا ارجع البيت ويجي ولدي يبي يسلم علي او يلمني اقول لا يعني اتبع الاجراءات وخلني على الاقل اغير ملابسي واقدر المه.
هي شلون شعورها؟ أي والله يعني والله العظيم أنا أحس فيهم واحد واحد سواء كان رجل أو مرأة. اليوم دورنا كله داخل المختبرات، خلنا ننتقل معاكم مشاهدينا إلى مختبرات إدارة الصحة العامة. طبعا معانا التقني الطبي ليلى مهدي. مسج بالخير ليلى، وقولي لنا أنت بعد أيضا شنو أكثر شيء فقدتيه مع تحدي فيروس كورونا؟ بالتأكيد كلنا نفقد أمور في ظل هذه الأزمة، أنت شو اللي فقدتيه مريم؟ مريم اتحكت من سؤالك. السلام عليكم، مساء الخير. تحدي كورونا يعني صراحة غير الحياة كامل. صراحة في أشياء وايد فقدناها، وأول شيء أول شيء وأهم أكثر شيء لمة الأهل، لمتنا بأهلنا بأمنا وأبونا خواتنا بولادي فقدناهم، بس في نفس الوقت واجبنا تجاه بلدنا وتجاه عملنا خلانا على طول نندفع نروح إلى العمل. يعني إحنا ما كنا نشتغل بهاي القدر من ساعات باليوم أو بالوقت ولا 24 ساعة، بس على طول طلعنا خلاص إلى المتجه إلى الصحة إلى العمل، يعني بدون تواني بدون تفاني يعني في هذا الشيء. فقدنا جمعتهم صراحة، وفي نفس الوقت يعني نخاف على أهلنا الكبار والصغار من إن إحنا بعيد الشر نكون حاملين للمرض وننقل لهم، فهاي الشيء يعني أثر فينا من ناحية تباعدنا عنهم. بس بالعكس كنا مجهنين عمل، بالعكس سعيدين إن نقوم بواجبنا. يعني إحنا لازم نخدم أهلنا وناسنا وبلدنا، والكل الكل متعاون، وما في ابدا يعني ان شاء الله ما راح يعني اعذرونا اذا كان في تقصير منا او كان في اي شيء، بس الكل قاعد يبذل جهده، ويعني الحمد لله كلنا حابين عملنا يعني وقاعدين نقدم لبلدنا اكثر ما نقدر. وانتم بعد يعطيكم الف عافيه، ما تقصرون صراحه لتوعيتكم الى الناس الى تغطياتكم الى تنبيه الناس باللي قاعد يصير ونقل الاشياء اللي الناس ما قاعده تشوفها وما قاعده تدري عنها، بس انتم ما قصرتم يعني قاعدين توعون الناس وجهتكم ايضا انتم صراحه مشكوره، يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم ما قصرتم. والله انتم اللي مشكورين يا مريم، انتم اللي مشكورين ويعطيكم الف عافيه على جهودكم. شو نقول لكم؟ تقولون احنا مشكورين، انتم اللي مشكورين. اي اكيد، يا رب يا رب تطلعون كلكم ونطلع احنا من هذه المنحه من المحنه. من المحنه والله يمكن تكون منحه يا فواز. نطلع كلنا صاحيين، اذا هم كانوا يخافون المرض وهم في الصفوف الاولى فمعذورين، بس ان شاء الله يا ربي الله يقومكم كلكم بالسلامه ان شاء الله، ومقدرين جدا جدا الجهود الكبيره اللي قاعدين تقومون. اي والله يعطيكم العافيه. طبعا شكرا لكم جميعا، شكرا لكم من القلب على تعاونكم على تفاعلكم معنا. جيشنا، انتم جيشنا، جيشنا الابيض من اطباء واداريين واخصائيين وتقنيين وين ما كان موقعكم. تركتوا حياه الراحه، قدمتوا انفسكم في سبيل هذا الواجب الوطني، وقفتوا في الصف الاول عشان تبقى البحرين بخير ويبقى اهلها بصحه وعافيه. اكيد يا فواز، وحقيقه تحيه شكر وتقدير نقدمها حق كل هذين الاشخاص، وبعد نضيف لهم الموظفين الملتزمين في أماكن عملهم مهما كان مكان عملهم، واللي تطلب وظيفتهم تواجدهم في عملهم وفي مقار عملهم. صحيح للو، بالفعل القائمة الطول لو حبت لول وتذكر أساميهم وجهات عملهم ما بنخلص. ما شاء الله كل أهل البحرين كلهم يجتهدون عشاني وعشان تشالولوا وعشانكم أنتوا يا مشاهدين الكرام وعشان أهلنا، عشان نلتزم إحنا ونلزم بيوتنا. خلنا نأخذ هذا الفاصل، راجعين لكم.